انا لبست وجهزت وهيك انت جاهز. يلا قوم. وين نقوم يا اختي؟ يا داود انا بني ادمه يعني بني بشر، والله زهقت في الدار من قعده الدار، خدني على المطعم لو مره بالشهر الله يخليك. يلا قوم. ما احنا طلعنا قبل 6 اشهر ورحنا على الحدائق وقعدنا على الدرابزين وتسلينا وضحكنا، انت كل يوم بدك تطلعي؟ يا الله هذه الحدائق، انا نفسي اطلع على مطعم اليوم، بدي مطعم، من سنتين ما طلعتنيش على مطعم. خلص بدي احرك الدار اليوم، هلا بدي اترك لي 120 ليره غير الفلي. لا اله الا الله. يلا تفضلي تفضلي. اليوم اللي تجوزت فيه مشيت جنبي بلاش الناس تفكرك صاحبتي ولا كذا، مش كل الناس بتعرف انك مرتي. انا مهندس اي تي ام كد الدنيا، تفضحيناش. افتح السيارة يا معلم. ليش يا حبيبي؟ 3 ليرات فلي. 3 ليرات اللي يتكوا سنانك يا مخمج، شو الدعوة؟ انت حاطها بجاكوزي بدك تحممها وتسوي لها مساج وتسشور لها شعرتها؟ هيك التسعيره عندنا، مش عاجبك روح صفها برا يا اخي. انا مش على المصاري، انا على المبدا. شو الدعوة انت صفها في الليستر سكوير في لندن؟ شو الليستر سكوير هذا تبعك؟ زكا بشارع الرينبو يا بزكك والسكايف. بدك تجيب 3 ليرات ولا مصارينك اعملهن سيخ كلاتش؟ ولا ولا والله كلاويك بعملها سنبرصات خلفية. ولا عينيك بعملهم ضواء وخلفية، لسانك بعمله دعسة بنزين، واصابعك بعملهن بوجيات. وانا مش رح اخليه يخرب الطلعه علي، انا بدي ادفع ال3 ليرات. خلص يا معلم امسك امسك، شد شد يا معلم شد، هاي 3 ليرات، خد يا اخوي خد خد، هاي هاي 3 ليرات. افتح السياره. ليش لابسك عب عالي؟ احنا رايحين على عروسه بنت الحلال، مالك انت؟ هاي المي، هذه فتحة طاولة 3 ليرات، كل المطاعم بتعملها. ليش بتضحكي؟ ليش بتضحكي؟ شو مالك؟ بدك الناس يقولوا عنك قاعدين هبايل بيضحكوا؟ أو بتضحك اللي قاعد معها خروف؟ ولا بغل؟ ليش بتضحكي؟ إيه؟ مش راح أخليه يخرب علي الطلعة، ما راح أخليه ينكد علي. لو سمحت. وكيف عليك؟ شو بتستهيج؟ شو بدهم يحكوا العالم؟ اللي قاعد معها مش زلمه، هي بتنادي على الكرسون. ايه صحيح انك ما بتستحي، ولا مش ناسي ماضيكي لما كنت في الكوفي شوبات مع صحباتك؟ كرسون ام رسون، صوتك واصل لدبوك. انا مش عارف، استحي. ليش شو المشكله اللي انا كنت اطلع مع صحباتي على الكوفي شوبات؟ وين الغلط؟ وين العيب في الموضوع؟ بعدين احنا وين تعرفنا على بعض؟ مش في الكوفي شوب. وطي صوتك وطي صوتك، ولك عيب عليكي. شو بدهم يقولوا؟ رفع صوتها في اللي معها الخروف الجدي وهو زي الهبل قاعد ورد عليها؟ ها؟ تستعيش انت مالك؟ عيب عليكي. ليش ساكتة؟ احكي. وشو بده؟ ولا جاي بيتني زي الحمار انا عشان تضلي ساكتة؟ وانا تارك كل اجتماعاتي بس عشان حضرتك تضلي ساكتة؟ ها؟ ضلك ساكتة خلص. ولا انا خروف؟ اما لما كنت في الكوفي شبات مع صحباتك كهكهتك توصل لدوار الكيلو. اما معي بتضلي ساكتة. يجيبك يا طولة الروح. حلو. أحا جايبتني زي البغل والحمار طول اللوح عشان حضرتك تلعبي في الموبايل، وأنا يعني وتارك كل اجتماعاتي عشان حضرتك بس تلعبي تسنبي وتشتتي. مالك انت؟ صحيح انك ما بتستحي يا بنت الحلال، أما لو انك مع صحباتك في الكوفي شوبات زمان كان بتضلي محم، أما أنا جاي بس تلعبي في الموبايل. شو بتشلحي؟ عيب عليكي. ولك شو بدهم يقولوا الناس؟ شكله اللي معها طقس عليها وتضايقت منه، ولا يقولوا شكله هامل؟ اما لا، ما انت متعود مع صحباتك زمان في الكوفي شوبات تقعد براحتك تشلح اللفحه وتكهكي ايوه وتحطي رجل على رجل.
ضغطي وصل المريخ، بده يخزق طبقة الأوزون. وليش نقطع حالك لتركتين فانديشن؟ أنت هبلة يا بنت الحلال، بعدين معك يا بنت الحلال، أنا داير بالي عليكي، محترمك ودلال، وين بدك بوديك وحاطك على كفوف الراحة، وشو بدك بضحكك وشو بدك مصاري بعطيك، وبحترمك وبحترم أهلك، شو بدك مني يا بنت الحلال؟ أقسم بالله بضرجلت وصرت لكت علي، وبعدين معك يا بنت الحلال، والله أنت لطيف. أنا صح معاحك، أنا نكتي، أنا نكتي، بس المظبوط إنه هاي من أحلى الطلعات اللي طلعناها، كتير كيفنا. أهلاً داوود، كيفك؟ شو أخبارك؟ هلا نفين، هلا والله، هلا والله، أهلين حبيبتي، أهلين. وينك اليوم؟ روحت بكير من الدوام. والله اليوم نزلت ميداني، ما جيتش على الشركة، شو أخبارك؟ والله اليوم كان نكد بدونك، ما في ولا حد يضحكنا. يلا يسعدك وخليك، أنا والله، هاي خذي لك واحدة جديدة، أكيد. اليوم نزلت على السوق 20 ساعة، لقيتها غالية 500 ليرة، اشتريت 5 دقائق. اسمع يا أبي، شو أقدم حيوان في العالم؟ مين شو؟ الحمار الوحشي. ليه؟ لأنه أبيض وأسود. اسمع يا أبي، شو أجدد حيوان في العالم؟ شو؟ القنفذ. ليه؟ لأنه لسه بشوكه. يعني زي فلاتين السيارة كان له مجنتل. طيب اسمع يا عيال، حولي لي بصيغة الماضي، أمي تذهب إلى السوق، يعني بصيغة الماضي. كيف بالماضي؟ جدتي تذهب إلى السوق. طيب اسمعي، اثنين تكتلوا مع بعض، بعض زعل وتضايق كثير. اسمعي يا عيال، آخر واحدة. زمان شو كانوا يحكوا للحبيبة؟ قيس وعبلة. اليوم تيس وهبلة. أحلى الحياة، عجد أنا مبسوط فيك. يلا باي 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 داوود. باي باي. شو وين هالغيبة يا وليد؟ اشتقنا لك والله. يلا يسعد، وأنا مشتاق له أكتر، بس آخر فترة بتأخر بالشغل وبخاف أرن عليك بالليل تزعلي تتضايقي. لا انت بالذات بيطلع لك ايمتى ما بدك ترن لي، اي وقت بتبدا احكيني فيه. الله يسعده يسعده يا رب ويخلي لي اياه. انا بحبش اضغط، بتعرفي انا بحب اخليكي براحتك. انا بعرف، لانك انت كثير مزوق وجنتلمان، وهذا الاشي كثير بخليني مرتاحه بس اكون معك. الله لا يحرمنا من بعض يا منى. اكيد رح نضل مع بعض، انت ما بتعرف قديش بحبك وبعزك، زي اخوي واكثر. شمال تمنيح؟ ما في فيش شيء حصل خير. خلص ايش، بس بدي اروح على الحمام شوي. ايه